هو سابون كيلون كل كثير الميلينيال انسرز اعطانا اياهم برافو مع انه we didn't rehearse ever. اول شيء رح بلش من اخر سؤال اللي هو ال experiences اذا بنقش سفره او بنقش ديزاينر. المعروف عن الميلينيالز انه هن بفضلوا اللايف ستايل، بفضلوا البلاجرز الصغيره والسريعه على الاشياء اللونج تيرم، يعني مثلا بدل ما يقعدوا يجمعوا ليشتروا بيت او يشتروا شيء كثير كبير، بفضلوا يكونوا عم بيسافروا يعيشوا experiences او خبرات مع اصدقائهم مع اصحابهم على انه يكونوا عم يمتلكوا شيء، وهذا الشيء هو اكيد قال عنه. وبتعتبر انه اجبته ميلانيال يعني يمثل هالجيل من النوستالجيا لحتى اول سؤال سالته اياه، يعني كل الاسئله تقريبا سبتهم خصائص الميلانيالز اللي كان سبق وحكينا عنها وكمان رح نكمل. بالجمعة الماضي ركزتي على الاعمال الميلانيالز بالبزنس، اليوم بدنا نحكي عن الميلانيالز بالحب، بالعلاقات الاجتماعيه وبالمصاري. خلينا نبلش بالمصاري، شو خصائص الميلانيالز بالمصاري؟ بالمصاري بلشنا نحكي شوي الجمعة الماضي انه كيف هن بيعرفوا يعملوا بادجيتينج، مع انه كثير بنسمع عنهم انتقادات، بس بالبادجيتينج ترى هن ايفن افضل من الجنريشنز الباقيين. اما بالنسبه للاشياء اللي بيصرفوا عليها اكثر شيء، اكثر شيء بيصرفوا على الجروسريز، يعني يروحوا على السوبر ماركت. انا حسيته شوي شيء غريب لما عرفت بهذا الشيء، بس مع انه بيصرفوا كثير على الجروسريز كمان بيصرفوا اكثر من باقي الجنريشنز على الداين ان، انه يروحوا يتعشوا او يتغدوا بمحل، وعلى التيك اواي اكثر من الاكل بالبيت. مش بالضروره، مع انه بيصرفوا على الاكل بالبيت كمان بيصرفوا اكثر، يعني كثير بهمهم الاكل ابيرنتلي. انا ما كنت عارفه هذا الشيء. من بعده بيجي عنا يمكن مش هيك بنشوف هلات في صور اكل يعني على انستغرام جيلنا جيل الاكل مضبوط، يعني بيجيبوا اوقات اكل ليصوروه اكثر ما انه ليأكلوه. ليترلي يعني هذا الشيء وبيحبوا الاكل او ما بيحبوه، او بيحبوا المطعم او ما بيحبوه حسب اللايكس اللي اجتهم. مضبوط وحسب الصوره من اي انجل ماخوذه وهيك. ثاني شيء بيجي عنا الترانسبورتيشن، هن بفضلوا التنقل بسيارتهم الخاصه على الببليك ترانسبورت حتى بامريكا، ما عم نحكي هون بلبنان، الدراسه هيدا صارت بامريكا. واللي بيجي بعدها هو السيل فون بيلز اكيد، لانه بيحكوا كثير على التليفون، بيبعثوا كثير مسجز، سو هدول هن الاشياء اللي بيصرفوا عليهم اكثر شيء. بس اهم شيء نعرفه عن صرف الميلينيالز انه بفضلوا الاكسبيرينسز، بفضلوا التمتع باللايف ستايل، ويكون اللايف ستايل تبعهم حلو على انه يكونوا عم بيحرموا حالهم اشياء كثير ليصمدوا مصاري ويشتروا اشياء كثيره. وهذا الشيء اللي بيميزهم يعني عن باقي الجنريشن. وكمان شغله مهمه كمان بالنسبه لموضوع المال، هن بيؤمنوا بمشاركه الثروه مع الاخرين بالمجتمع، يعني اذا بدنا نقارنهم بالجنريشنز اللي قبل، لما هن يعطوا للتشاريتي او يعملوا تبرع بيعملوه من تلقاء نفسهم، ما بدهم تشجيع ليعملوه، بعكس الجنريشنز اللي قبل يعني بتحس انه مستحي وبدك تعطي حدا، هن اغلبيتهم بيعطوا من تلقاء نفسهم. عمل الخير يعني هو جزء من القيم تبعهم. صحيح. او المساعده. صحيح، وهيدا اكيد بيرجع للجلوبلايزيشن وانه صار العالم كله يعني تقريبا مثل منطقه واحده، وفيهم يعملوا ايدنتيفيكيشن كمان مع الاشخاص الثانيين. انا سالتك اربع اسئله، بعد في سؤال خامس تركه يعني للاخر شيء، هو عن الحب والزواج، وبدي اسالك ايه يعني على طريقه المجلات الفنيه، شو اخبار القلب؟ القلب تمام. انت بعلاقه مرتبطه؟ ايه انا خاطب. اكيد خاطب. مين؟ اسمها ناديه حرب. وعم تفكروا بزواج قريب؟ ايه طبعا طبعا. نعم، هالشيء معلن او يعني ما ايه اكيد اكيد، يعني خطبه عائليه يعني مش موسعه يعني، بس ولكن عائليا على صعيد عائلي. وامتى عم تفكروا بالزواج؟ نعم نبحث قريبا يعني نكون قريبا، يعني خلال سنه او سنتين؟ لا قبل. قبل الحكومه او بعد الحكومه؟ انا متفائل انه الحكومه الجمعه الجايه. مستعجل تتجوز وتكون عائله؟ من مستعجل، يعني هي ما قصة عجلة، قصة كمان بدك تعطي الشغلة وقتها، مثلا يكون يعني يكون كل شيء منظم المناسب. يكون كل شيء حاسس هلا الوقت المناسب، هلا وقت منيح للتنظيم ولل يعني ليكون شيء منظم طبعا. وشو حبيت اكثر شيء بخطيبتك؟ يعني شو اللي جذبك فيها؟ انت بعد ما رقت من اول هلا بعتقد من هلا ورايح راقبه منيح. كذا هي يعني اكثر شيء حبيت طبعا الجاذبيه، يعني اول شيء الانجذاب لها، ويعني هيدي اول شغله، وبعدين الشخصيه والكذا، لانه بتكتشف شخصيه ما بعد. شو اكثر شيء بتحب فيها؟ هلا هي عم تسمع اكيد. كذا شغله يعني اكثر شيء
يعني مجموعة أمور أكثر شيء. خلص شو بدك فيه؟ لا جد يعني هي بالإجمال يعني كل شيء. Full package. Full package. أكثر شيء بس. خطيبة. انجذاب لها من أول يوم. خطيبة. نعم. من أول كان من أول نظرة من أول نظرة. صحيح. التقينا بمحل عن أصحاب بالشمال كنا عند بحديقة صديق لي. وكان يعني كان في انجذاب من اول يوم. من اول يوم او من اول نظره؟ لا من يعني من وقتها من وقتها وقته. بس اخذت وقت يمكن لحكينا مع بعض ولا كذا بعد وقت. قد ايه صار لكم يعني اي سنه تعرفتوا؟ نحن لما التقينا اخذت وقت لبلشنا نحكي مع بعض لانه كان في يعني اصدقاء هن قاموا بالخطوه ليكون في تعارف وكذا وكذا ويعني من هونيك بلش. بتعتقد يعني كان مدبر اللقاء بيننا؟ لا لا بالعكس ابدا كان طبيعي جدا وما كان عندي يعني ما كان عندنا علم اساسا ما عندي يعني ما عندي علم كان انه هي موجوده او كذا وحتى ما بعرفها نهائيا يعني ما في معرفه سابقه والصدفه انه نحن ساكنين جنب بعض يعني طلعنا بال يعني كمان جنب بعض وين ببيروت او صحيح ببيروت مع انه هي كمان بشمال يعني شمالي القلب شمالي القلب شمالي كريستينا جيل الألفية بالحب وبالعلاقات كيف فينا نوصفه؟ فينا نقول اول شيء اهم ظاهرة او تندنسي فينا نحكي عنها هي الزواج المتأخر بس هيدا الظاهرة بتنطبق على كل الاجيال بس بشكل خاص على الميلينيالز هن بأجلوا الزواج بسبب رغبتهم بتحقيق ذاتهم إذا بدك بهمهم أكثر يحققوا ذاتهم يوصلوا للاكتفاء الذاتي والمادة بشكل خاص قبل ما يقدموا على خطوة الزواج وكمان الميلينيز أوقات يفكروا أنه إذا هن فاتوا بزواج مع شخص متمكن أكثر منهم أو عنده إمكانيات أكثر منهم رح يكون في عدم توازن بهذه العلاقة فلهذا السبب دايما بيسعوا ليمكنوا حالهم قبل ما يقدموا على هذه الخطوة وأوقات بيشوفوها بدل ما تكون مايلستون يعني بالأجيال اللي قبل وبالسنين اللي قبل كانت تكون انه تتزوج انه واو هيدا مايلستون بهنوك العالم عليها هلا صاروا يشوفوها كأبستكل او معقولة هي تكون عم بتضر هيدا التقدم المهني لألون او التقدم بالأشياء الثانية